رخص التو شيش بتاع القهوة. ماشي، ازيك يا مبارك؟ الله يسلمك يا حبيبي. الحمد لله. ازيك يا عم سيد؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. اخبار الاكل عندكم ايه؟ 100 100. اخبار الكفته الجمل ايه؟ كفته الجمل ايه؟ زي العسل. جيبك عسل تفتح النفس. احنا مدوقة كفايه الريحه. الحمد لله كفايه الريحه. قول لي يا مبارك بقالك قد ايه؟ بقالي 25 سنه. 25 سنه ما شاء الله. طب بداتيها ازاي؟ بدأتها ان انا كنت بنزل اساعد جوزي، اقف اتفرج عليه اشوفه بيعمل ايه بيشتغل ازاي. بقيت اعمل له سلطاته، بقيت اعمل اتعلم منه اعمل الطحينه، اتعلم منه اشك الكفته، مره السيخ يقع مني مره يتعدل، لغايه ما اتعلمت منه. انت اللي كنت حابه كده ولا هو مثلا قال لك انزلي معايا ساعديني؟ لا انا حبيت الشغلانه، عشان كده الشغلانه حبتني. انا بحب المهنه دي، يعني انا ماليش في المحاشي وماليش في الكلام ده، انا بحب شغلة المشويات. بحب الضاري والحاجات. بحب المشويات، اعمل اكل كله في البيت. انما محشي والكلام ده وبنوش ناقصه وجع قلب لسه اقعد الف واعمل. عايز الشغله السهله. عايز الحاجه السهله. وبذمتك الوقفه دي سهله؟ لا، عشان انا عايزه السهل. كلميني عن الوقفه دي. الوقفه دي اكيد صعب، بقالي 25 سنه، شفت منها اكيد الحلو والوحش. بيمر عليا كتير. الوحش ان انا واقفه في شارع، كل اللي بيورد عليا حاجات كتير، حاجات كتير بتتعبك نفسيا، بس الحمد لله انا قدها. الحمد لله وقفتي في الحي برضو الحمد لله، يعني برضو اللهم صل على النبي، والسقعه والمطره والحر. وبالنسبة ان انا واقفة في شارع ما عنديش مية، بشيل مية واحط مية وارش واملى مية نظيفة وافضل ارش واكنس في الشارع عشان التراب ما يطلعش على الاكل. مش الوقفة كده وخلاص. قولي لي اخبار الكفتة الجملي ايه؟ الكفتة الجملي يعتبر انت من الناس الوحيدة في مصر اللي بتعملها. الحمد لله الحمد لله. انا بقالي 25 سنة. في غيرنا كانوا جايين كتير بيكفوا الجملي. اللي عارف الشغلة. ان اساس الكفته اصلا هو الجملي. ايه اللي بيميزها بقى؟ لان في ناس كتير ما تعرفش طعم الجملي. الجملي ما ينفعش يتاكل لا مؤاخذه زي التندوز مسلوق، يتاكل مفروم. ممكن كفته برز، ممكن كفته بليه ياباني، يبقى ايه دي الكفته الضاني. اهم شيء الجملي بيعمل لها عرق بتندق هتتلحم. ممكن اسحب؟ هي صنعه، مش هو جملي وبس. هو الجملي ما يتفرمش لوحده. الجملي لازم يتضرب. هتاكل ايه؟ قلب؟ ليا. سندوتش؟ اعمل لها سندوتش كفته يا سيد. ماشي. يتضاف عليه. يعني الكفته اصلا مش بتبقى جملي بس. ده جملي وعليه ضاني. تاكل حاجه. شربت ايه؟ طعم الكفته الضاني. تاكل صباع الكفته انت بتاكل لحمه. حتى لو حطيت عليها برغل اللحمه باينه. اللي حطيت عليها رز بتبقى برضه اللحمه باينه. كلمني عن جدعنه المبادره كده وقفتها معاك. جدعنه اللي هي الحمد لله الناس تحبها. اي حد لا مؤاخذه في اي مشكله في الشارع هي تقف تخلصها. زي الراجل واقفه في الشارع بتتعامل مع كل الطبقات، حلو ووحش، وكله لازم تقابله حلو. حلو ووحش هتقابله. جدعنه بيعك. بص قليل دلوقتي، في زمان لما بتشوف واحده جدعه بتقف جنب جوزها بتساعده، بتقف خصوصا واقفه زي دي في الشارع. كله بيرجع للمكان اللي انت اتربيت فيه. في جدعانه هتلاقي في جدعانه كده. جيمي هات ورقه ورقه وطبق. طب قول له اخبار الاسعار عندكم ايه؟ الاسعار الحمد لله في متناول الايد اي حد، ولو حد معاه معهوش فلوس هياكل برضه. بتهزر؟ معاه معهوش بياكل؟ هياكل. مش هيخسر. يا ربنا بيزيد الخير. يجي واحد يحط لك لا مؤاخذه 100 جنيه بقى يشيش في جيبك، عوضك لو انت اكلت واحد ب 20 جنيه ب 30 جنيه. بتترضى من عند ربنا. من كل حته، من كل البلاد الحمد لله. واحسن ناس في مصر بتجيلنا. ان شاء الله. يلا يا حاج. النفس سبحان الله. في ناس بتيجي من اسكندريه، في ناس بتيجي من بورسعيد. وجايه تاكل مخصوص عند ام بطه. عينيا مخصوص عند ام بطه. طب احنا نفسك انت ولا نفس ام بطه؟ هو النفس واحد، وانا اللي علمتها.
السلطه هي ما كانتش تعملها هي كده، انا اللي علمتها تعمل السلطه. انا اللي علمتها تعمل المواضع، تتبل حته الكلام الفرخه، كل حاجه ليها تتبيله. فراخ ليها توابل، سجق ليه توابل، حواوشي ليه توابل. قول لها ايه على جدعانتها وقفتها جنبك؟ ربنا يجازيها خير، هو ربنا هيجازينا كلنا خير، ربنا بيحب الشقيان. ايه عشان ربنا بيحبها بيحب فيها الناس. الناس بتحبها من عند ربنا. مفيش كلمه حب كده بمناسبه نهايه السنه تقول حب؟ احنا حبينا كتير، احنا بقالنا 28 سنه متجوزين. حب؟ تعرف تقول يا سلام على حب وحبا؟ يوب مش عايز يطلع كلمه حلوه كده. لا ازاي؟ ما شافت الحب كله هي تقول. والله ما شفت حاجه، ده كذاب. انك شفت ده وراني اللي انا ما شفتوش في حياتي. انا بعوز لمؤاخذه من المونه بتاعت الكفته، الكفته عليها ليا. اما تلمع الرغيف كده وتسخنه على النار بتاكله كانك بتاكل بالزايه، لا طعم لوحده. حاضر. يلا يا سيد مشي جيمي. يلا واحد. عليك يا باشا، انت نفيتها اكل جميل. قول لي مكان ده الشيش يا سيد. صح؟ هو ده معانا. ده الشيش؟ اه ماشي. هات يا جيمي شنطه. مكانكم فين؟ وده الكفته وده الفراخ؟ الناس اللي عايزه تجي لكم. احنا مكاننا في ميدان الجيش قدام قهوه القماح. الشنطه هي بقى. وحامل المس جنب كشري السلام. في ميدان الجيش. العباسيه. احنا معروفين بميدان شارع العباسيه. احلى شيخ سلطه. ايه تحضر كام لكام؟ قلت من الساعه 4 لغايه الساعه 4. من 4 العصر ل 4 الفجر. وام بطه برضه معاك؟ معايا. هي ما بتحبش تسيب مكانها، هي بتحب مكانها. ساعات بصراحه اما بلاقي الجو ساقع اسيبه واخلع، انا هموت نفسي. يقف هو بقى يتحمص. يلا حبيبي ماشي ماشي. انت يا ابو بقى تقولوا لي ايه بمناسبه نهايه السنه؟ اقول له ربنا يخليك ليا ويديك الصحه، ما تحرمش منك ابدا. شوف شوف بتقول لك كلام حلو اهو. ايوه يا باشا. لسه بتحب فيه. عشان هي شافت الحلو كله. والله ما شفت حاجه، ده بيكذب. هات يا جيمي ورق. ربنا يا رب يخليك. ربنا يخليك يا باشا. ايه فاتشة جنبي.